الوداع طبعا عندك فكرة عنها شيخ؟ عندك فكرة عن المايك عندك. الله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير يبتلي الإنسان بأمور تعود عليه بالنفع. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا المال إما لك وإما عليك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لا تأتي يوم القيامة تقول يا ليتني قدمت لحياتي، فما لك ما قدمت لا ما أخرت. والعاقل هو الذي يعلم أن العناية بالأيتام هو عناية بوصية الواحد العلام وكذلك وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام. والدخول في من هذا الباب باب الأيتام هو لا شك أنه باب من أبواب الجنة وباب من أبواب الخير وباب من أبواب الفضل. إذا هبت، وهذا المشروع لا شك أنه رياح الخير، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، فما تدري السكون متى يكون. فما دام المال بيدك اجعله سبب من أسباب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو الدرداء قال كان عند الكعبة، تصور الموقف عند الكعبة، قال هم الأخسرون. قال أبو ذر يا رسول الله من هم بأبي أنت وأمي؟ قال الأكثرون أموالا، إلا استثنى من قال ها هنا وها هنا، يعني عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وقليل ما هم. إذن العاقل والذي يعلم أن هذا المال يعود أثره عليك وعلى بيتك وعلى نفسك في الدنيا، ويعود أثره على ماذا؟ نحن نذكر آيات كثيرة، يعني من أعظم الآيات التي أراها ترى النفقة على الأيتام وعلى الصدقات والتقرب إلى بمثل هذه المواقف يكون أثره عليك في الدنيا. ما هو؟ الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو أبو المساكين؟ جعفر. من هي أم المساكين؟ زينب بنت خزيمة. تصور زينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين، أم المساكين يدخل فيه الأيتام وغيرهم، أم المساكين كانت تعتني بهم، جعفر أبو المساكين كان يعتني بهم. لذلك ما أجمل أن يكون كل أب الآن هو أب لهؤلاء الأيتام، وكل أم لهؤلاء الأيتام. وأقول لهم والله استبشروا خيرا عظيما كريما، إذا اعتنيتم بالأيتام سيأتي زمن من يعتني بأولادنا، يعتني بأخواتنا وإخواننا وأقاربنا، لأن الجزاء عند الله من جنس إيش؟ العمل. فالعاقل والذي يعلم أن العناية بالأيتام هو عناية بهؤلاء الشباب والشابات الذين هم أمل هذه الأمة. صحيح. هم أمل هذه الأمة. صحيح. وكم من يتيم اعتني به فكان من السادة والقادة. نعم. من السادة والقادة ويكون لك أجره. دخل قوم على النبي صلى الله عليه وسلم من مضر. نعم. فرأى حالهم يعني يندى له الجبين، فقام النبي وقعد ودخل وخرج، ثم قال أيها الناس، يعني قال واتقوا الله يوم ينظر المرء وما قدم يداه، قرأ عليهم القرآن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بديناره بدرهمه بثوبه بصاع بره بصاع تمره، اتقوا النار ولو شق تمرة. فقام أحد الصحابة إلى بيته فجاء بكفيه أموال يعجز عن حملها، يتهادى وضعها بين يدي النبي. قام الصحابة تفرقوا إلى البيوت، هذا جاء بثياب وهذا جاء بطعام، فأصبح أمام النبي أكوام، فسر وجهه كالقمر ليلة البدر. اللهم صل وسلم. اجعلوا وجوه هذه الأيتام تسر كالقمر ليلة البدر. يا سلام. أحسنوا إليهم واعلموا أن الله تعالى يقول وأحسن الله يحب المحسنين. تدخل امرأة على قيس ابن سعد بن عبادة، شوف بالإشارة ما يحتاج أحد يعني يوضح لك، قالت يا قيس إن بيتي ليس فيه جرذان فئران، قال لملأوا بيتها خبزا ولحما وطعاما، والله لأجعلن الجرذان تمتلئ في بيتك. يعني كناية عن ماذا؟ الغنى، كثرة يعني الطعام. نعم. لذلك يا إخواني اعلم أنك إذا اعتنيت بهم إنما ذلك سيعود أثره عليك وعلى بيتك وعلى أهلك وعلى نفسك. واعلموا حديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق عليك بركات، أنفق عليك سعادة، أنفق عليك رضا، سلامة من الأمراض، سلامة من يعني من أعجب القصص، في قصص تاريخية وقصص. يقول أحدهم لقيني في مكة يقول يا شيخ الحديث أنا
كنت في لقاء أتكلم عن الصدقات، قال أنت ذكرت يعني الصدقة تقي صارع السوء. يقول هذا مر علي، مر عليه، مر علي هو نفسه. يقول كان لنا جار يتصدق علينا الله يجزاه خير، هو وأهله، وحنا كنا فقراء، وجاتني وظيفة من بعد رابغ من مكة والمدينة. نعم، من بعد رابغ معروف. إيه، ورايح أستلم الوظيفة أو أباشر. ويقول وأنا من أهل مكة، يعني يقول وشاب وقوي، وألقى حادث يوقف حادث. يقول ما تركت الحادث، وقفت مع أني راح أستلم إيش الوظيفة، الوظيفة بباشر ولابس ذاك الثوب يا زينه. يقول وألقى حادث، وذهو سواق ونساء، والله يلا الله. أقول غطوا، أنا أقول ما أعرفهم، وعلى المستشفى أنقذناهم الحمد لله في اللحظات الأخيرة الحمد لله. ويوم دخلنا قال أنت تعرفهم؟ قال لا والله نمار. قال طيب، أخذوا البطاقات منهم وأخذوا المعلومات. نعم. وإذا هم أسماء جيراننا اللي كانوا يتصدقون علينا. ما شاء الله. إي والله بيقولوا شاء الله. سبحان الله. من الذي بعد الله أنقذهم؟ هذا الشاب الذي كان يتصدقون عليه. يقول أنا أعرف والدهم لكن ما كان معهم. نعم. النساء متحجبات. يقول والله يا شيخ محمد هذه مر علي. يقول أنا بنفسي كنت معهم في المستشفى. يا سلام. يقول سبحان الله، أطعمونا وسقونا وأكرمونا، فأرسلنا الله في الطريق لكي يأخذهم من المستشفى. يا سلام. لا إله إلا الله. يا سلام. الصدقة يا جماعة خير تقي مسار عسو. والله لا تقول إذا جاءك سكرات الموت ابنوا مسجد، حطوا لي ثلاجة، اكفلوا. لا، بيدك لا بيد عمرو. بيدك لا بيد عمرو. نعم، ما تدري الأبناء هل بعدك ينفقون أو لا ينفقون. صحيح. إذن إذا ما نفعت نفسك. الحديث اللي سمعتها من الحسيني في السلسلة الصحيحة. نعم. التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. نعم صحيح. الله يجعلنا وإياكم منهم. آمين آمين آمين. اللهم آمين. هذه فرصة حقيقة فتحت الآن للمساهمة. نعم. لهذا الباب. وأنا إذا فتح الباب المستمع. إذا فتح لك الباب لا تغلقه عليك. افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات ربكم، فالعقل الذي يتعرض لهذه النفحات لا تغفل عن هذه الأبواب. يا غافل عن مصيره، يا واقفا في تقصيره، سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم. قف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الظل وقل أنا ظالم. العقل الذي لا يغفل. والله كم وكم أناس تصدقوا وكفلوا أيتام فوجدوا ذلك نورا في قبور بإذن الله، لأن نحسن الظن بالواحد العلام، ووجدوا ذلك بين يدي الله سبب من أسباب رفقة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.